نسولوا الطبيب. المرضى اللي عندهم خطوة رئيسية غير متوسطة ولا قليلة يمكن يصوموا. في الشهر ديال رمضان تتكثر هاد الحالات ديال الصداع ديال الرأس اللي تيسميوه في الواقع الشقيقة، واللي تيكون ناتج على أولا الجوع، وثانيا على نسبة ديال السكر اللي عنده، خصوصا عند الناس اللي تيكون عندهم الأمراض ديال السكر أو الضغط ديال الدموي. دوخة واحد المصطلح مضبوط جدا يشير إلى إصابة إلى قدر ما وإلى حد ما لجهاز التوازن، تتمثلوا عدد من الأعضاء، الدور الأساسي تتقوم به الأذن. الناس اللي عندهم الحشر في الكلاوي وتينوض عليهم الحرق، هذا المغص هو تيكون على طول العام، ولكن تلاحظوا أنه تيكثر بزاف في رمضان لأنه ما تيشربوش الماء بزاف. تنصحوا المريض بأنه بعد أولا يولج النصيحة ديال الطاقم الطبي اللي كيعالجو، كيقول لك راه النصايح ما حكس ثاني، وكيخليو هذا كيخلي بان الحموضه ديال الفم كتطلع وكتزيد في الفم ديالنا، وهذيك الساعه كتولي تعرض الاسنان وتعرض للالتهاب او السن للسن كيولي عندها كثير. وحتى هذوك لي باغ اللي كيكونوا عند الناس كيجعلوا كيسهلوا تراكم الميكروبات وتراكم الماكولات اللي بعد النوبات كيكونوا عندها عواقب على اللثه ولا عواقب على الصحه وعلى الاسنان. سولوا الطبيب يوميا في رمضان على دوزان.